موضوع ديال اليوم تيخص لي تاش بيغمونتير او البقع السوداء اللي تتظهر في الوجه ديال السيدات اللي تتكون ناتجه عن تعرض لاشعه الشمس بكميه كبيره او خلف هرمونات او تناول لا بيلول لو كونتراسيبتيف دونك او الحمل دونك الحمل اللي تيتسمى الميلازما او الكلوازما واللي تختفي اون جينيرال بعد الرضاعه دونك لو تريتمون لازم الاستشاره الطبيه تكون مهمه وضروريه باش يمكن لينا نحدوا لو تريتمون اللي يمكن لنا نعطيو لهاد السيده في عامة الأوقات تنبداو عند تريتمون طبي بكريمات تيمكننا نديرو التقشير وتيمكننا نديرو الليزر ولكن كل واحد تيخصو أن تريتمون سبيسيفيك اللي غادي يوالمو لتفادي هاد ظهور البقع ولتفادي باش متزادش تيخصنا نتفاداو تعرض لأشعة الشمس استعمال واقي الشمس طيلة السنة وتفادي أخذ الهرمونات بكيفية كبيرة.